فضيلة الشيخ، هذه رسالة وصلت من السائل عن مكة المكرمة، يقول: ما تفسير الآية الكريمة ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم؟ يقول الله جل وعلا لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم ممتنا عليه: ولقد آتيناك، أي أنزلنا عليك، سبعا من المثاني، وهي سورة الفاتحة لأنها سبع آيات، والقرآن العظيم، فذكر الفاتحة وذكر القرآن العظيم، وأنه كله منزل من عند الله سبحانه وتعالى. وسميت الفاتحة بسبع المثاني لأنها تكرر قراءتها في كل ركعة. وقيل المراد بالسبع المثاني سبع الصور الطوال من أول القرآن، ولكن المشهور الأول. نعم.